أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محمود الفرة يحييكم وفي لقاء جديد متجدد مع تطبيقات برمجية بلغة السي شارب. في هذا اللقاء سنتعرف على أداة جديدة من أدوات السي شارب وهي تكست بوكس، بمعنى صندوق النص. تكست بوكس هي أحد الأدوات الموجودة في التول بوكس. نأتي بها بهذه الطريقة، نضغط عليها مرة واحدة ثم نأتي في المكان المحدد ونضع النص بهذه الطريقة. وبالتأكيد يمكن لنا أن نقوم بمساواتها من خلال خطوط التنسيق كما تشاهد. صندوق النص هذا يعتبر read write، بمعنى يمكن لنا أن نكتب فيه ونقرأ منهم كما تريد. أحد خصائص وأهم خصائص هذا التكست بوكس أولا هو multi line، يمكن لنا أن نأتي بها من هنا من خلال الخصائص، ويمكن لنا أن نأتي هنا من هنا multi line، يعني أنك بيمكنك أن تكتب داخل هذا التكست بوكس في مجموعة صفوف أو أسطر متكررة. أما إذا كنت تحتاج إلى أن يكون فقط سطر واحد كما هو الحال الآن لكتابة name، فأنت تأتي إلى المالتي لاين وتنزع منها هذه الصلاحية أو تحولها إلى false كما سنشاهد في الخصائص. انتبه دائما إلى أننا عندما نحتاج إلى أن نغير في خصائص أحد الأدوات لابد أن نقوم بتعليم هذه الأداة كما تشاهد. أولا، النص في التكست بوكس دائما يبدأ بفراغ، لأن هذه الأداة مخصصة للمستخدم يتفاعل معها. بعد ذلك تكست لاين من خلال ليفت رايت اند سنتر. كذلك من ضمن الخصائص إذا كنت تحتاج المالتي لاين كما قلنا قبل قليل، الفولس يعني أنه وان لاين اونلي، لكن ترو سيجعل التكست بوكس يستقبل أكثر من سطر كما تشاهد. من ضمن الخصائص المهمة للتكست بوكس هي باسورد كاركتر، وهي أن تحول جميع النص، كل حروف النص التي تكتب داخل هذا التكست بوكس إلى رمز معين مثل الرمز الذي نضعه خلال كتابة الباسورد وهو النجمة. انظر معي عند التنفيذ ماذا سيحدث. سأتي إلى هنا وأكتب له محمود على سبيل المثال. انظر معي، حول حروف محمود إلى نجوم، وذلك أني أنا طلبت منه ذلك. نعود مرة أخرى، إذا أردنا أن نأتي هنا ونضع على سبيل المثال إشارة أخرى ولتكن AND ثم نقوم بالتنفيذ، ستجد نفسك وأنت تكتب هنا أن كل حرف يتحول إلى AND، ولك أن تجرب الآن بعد انتهاء هذا الدرس. إذن الأمر الآخر من خصائص هذا التكست بوكس هو الماكس لينث. ماكس لينث بمعنى أكبر عدد من الحروف يستقبله هذا التكست بوكس. على سبيل المثال ممكن لي أن أضع 10 حروف فقط، تمام، مثل ما أحدث في رقم الجوال على سبيل المثال، وبذلك أحكمه ألا يزيد عن 10 أرقام. على سبيل المثال هي 0 5 9، هذه 3 أرقام، وكمان 9 هذه 4 أرقام، ثم 3 3 و4 7، وهذا الرابع أصبح 10. الآن لا يمكن أن يستقبل منك المزيد من الأرقام. بالمناسبة هذا رقم وهمي، لا أعرف لمن هذا الرقم. على كل الأحوال دعونا نرى بعض الخصائص الأخرى للتكست بوكس. بالتأكيد هناك خاصية النيم، قلنا عنها قبل ذلك، لكافة الأدوات يمكن تغييرها داخل الكود. كذلك هناك خاصية الباكجراوند كولر، ممكن تغيير الخلفية بدلا من أن تكون بيضاء أن تكون بلون آخر إذا أردت ذلك كما تشاهد. أيضا البوردر ستايل، القيمة الافتراضية تكون فيكست 3، يمكن لك أن تجعلها سينجل كما تشاء. كذلك فيما يخص الكيرسر، يمكن استخدام كيرسر مختلف كما تشاهد، أي من هذه الإشارات أو المؤشرات. أيضا من الخصائص الموجودة للتكست بوكس هي خاصية الفونت، وهي خاصية متكررة لكافة تقريبا التول بوكس. كذلك خاصية
من الخصائص التي نحتاجها أو التي قد نحتاجها عند استخدامنا للتكست بوكس خاصية سكرول بار. هذا خاصية سكرول بار نحتاج إليها في غالب الأمر، في غالب الأحيان عندما تكون التكست بوكس عبارة عن مالتي لاين كما تشاهد، هذه مالتي لاين. فعندما تكون السكرول فيرتيكال تكون فيرتيكال، ممكن تكون بوث بهذه الطريقة، تمام؟ كما تشاهد لو قلت مثلا على هذه الطريقة، فعند كتابة عدد منها سيتحول مباشرة إلى سكرول بار. دعونا الآن نجرب سويا تنفيذ هذه الخاصية، هذه رن أو تنفيذ. عند الكتابة داخل هذا النص انظر معي بهذه الطريقة على سبيل المثال، نعم نسيت أن أضع الحروف فقط 10، نعود مرة أخرى لنزيد عدد الحروف، وهي من خلال طبعا لابد أن أحدد الأداة ثم أختار مينيمم ماكس لينث وليكن على سبيل المثال 50 حرف، ثم أقوم بالتنفيذ. أكتب بعد ذلك على سبيل المثال هذه الحروف، بهذه الطريقة إذا كتبت مجموعة انتبه معي سيظهر معي ماذا؟ السكرول بار بهذه الطريقة كما تشاهد. دعونا أيضا ننظر إلى التكست بوكس، هناك الكتابة رايت تو ليفت أم ليفت تو رايت، يمكن لك أن تضع كما تشاء بهذه الطريقة. يس يعني رايت تو ليفت أكتب باللغة العربية، أما رايت تو ليفت أما ليفت تو رايت فتكون ب نو بهذه الطريقة، أضع نو بهذه الطريقة كما تشاهد. التاب اندكس كما تابعنا 0 1، وهذه تكون 2. أخيرا يمكن لي أن أضع في التكست نص مبدئي يظهر عند بداية عمل البرنامج، هذا فيزيبل أيضا ترو وفولس، ممكن أن نلعب بها خلال التنفيذ أو تغيير القيم خلال التنفيذ. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، إلى اللقاء في لقاء آخر. حتى هذا الحين محمود رفيق فر يستودعكم في أمان الله.